السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في قناتي على اليوتيوب كان سي كانت. اليوم رح ناخذ قاعدة جديدة واللي هي الستيتيف اند الدايناميك فيرب، او بسموها في مدارس ثانية او خاصة ستيتيف اند اكشن فيرب، اللي هي افعال الكينونة وافعال الحركة. رح نشرح عن افعال الكينونة والحركة. ستيتيف فيرب او الفيرب او الكينونة هي الافعال اللي ما بنضيف إلها ING. الأفعال اللي بنضيف إلها ING هي أفعال مؤقتة، يعني بتنتهي. بالنسبة للأفعال الكينونة هي أفعال غير مؤقتة ولا نقوم بفعل لما نعملها. أما أفعال الدايناميك فيرب أو الأكشن فيرب هي أفعال بنضيف لها الING بتكون مؤقتة، زي eat, drink, play. يعني هدول الأفعال لو ضفت لها ING فهو حدث مؤقت، يعني إله نهاية. نرجع للستيتيف فيرب. للستيتيف فيرب منا أمثلة عليها السنسز، الحواس، مثل see, hear, smell. أمثلة عليها he hears a strange voice، سمع صوت غريب. هون حاسة السمع he is hearing strange voice. هاي غلط لأنه ما بصير أنا أحط للحواس ing. أفعال الثوت والأتيتيوز أند إيموشن، أفعال الاعتقاد وجهات النظر والعواطف، اللي هي knows, dislike, think, expect, suppose, believe, love, hate, like, agree, recognize, feel, understand, consider, need, fear, realize, suspect. مثال رامي knows you، رامي is knowing you. بصيرش هاي الأفعال كلها اللي أنا ذكرتها إني أضيف لها ing لأنها أفعال stative verb. stative verb اللي أفعال الكينونة اللي ما بنضيف لها ing لأنها مش أفعال مؤقتة، هي أفعال دائمة، وكمان هي أفعال ما بنقوم بفعل لما نعملها، فهي لا افعال كين. وفي عندك افعال البوزيشن اللي افعال تملك، اللي هي الهاف والهاز والهاد والاون والبوزيس والبلونج. احمد اون ا كار، احمد از اوينج ا كار. هاي غلط لانه ما بصير افعال التملك اضيف لها اي ان جي. نرجع ونحكي الملاحظ، افعال لا نستخدم محل الاي ان جي لانها مش افعال مؤقته، هي افعال دائمه. في عندي لكل قاعده شواذ. الشواذ اول شيء اللي هي سي بمعنى يرى الحاسة، أو سيك بمعنى يقابل، في المقابلة هي مؤقتة. مثال لها do you see that bird، يعني رأيت هل رأيت ذلك. وعند الشواذ مثل see و seeing، see بمعنى يرى الحاسة و seeing بمعنى يقابل. do you see that bird، هاي إيش من الحاسة بمعنى الحاسة الرؤية. seeing بمعنى قبل، the doctor is seeing a patient now، إن الدكتور رأى أو قابل مريضه الآن. المقابلة مؤقتة. تيست يتذوق، تيستينج this tastes good، يعني مذاقه جيد. تيستينج my mother is testing a potato soup، يعني هي تذوقت شوربة البطاطا بس لفترة ايش مؤقت، يعني قامت بفعل مؤقت. think I think Mr. that Mr. Peter is good teacher، هي بتعتقد او هو يعتقد او انا اعتقد انه السيد او الاستاذ بيتر هو معلم جيد. thinking I am thinking about the problem right now، أنا بفكر في المشكلة الآن. بس لما تنتهي المشكلة عندك feel و feeling. I feel that Mr. Peter is good teacher، هذا feeling شعوري، شعوري اتجاه سيد بيتر. I am feeling a little tired today، أنا أشعر بالتعب اليوم. حالة التعب والشعور أني أنا إذا ارتحت أو رحت على طبيب رح ينتهي الحدث. have بمعنى يمتلك، أو have بمعنى يأخذ أو يتناول. I have a car، أمتلك سيارة. I am having a lunch، أنا أتناول الغداء. I am having a shower، أنا أخذ الحمام لفترة زمنية وينتهي العدد. appear، appear بمعنى الدوام بمعنى يبدو. Jack appeared to be a tired today، جاك يبدو مرهق أو متعب اليوم. appearing she is appearing on a TV show today، سيظهر على التلفاز اليوم، هو حدث مؤقت. عندما ينتهي العرض ينتهي الحد. انا حطيت لكم مجموعه اسئله وشرح كامل وصور عن الستاتيف اند الدايناميك فيرب القاعده اخر الفيديو. شاهدوا للاخر وحلوا الاسئله وبعتوا لي اياها علشان نشوف اذا انتم فهمتوا القاعده علي او لا.